وسهلا فيكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كأنك في القدس، واليوم رح نكون معكم بأجواء جدا مميزة. رح نرصد أجواء السحور على عتبات أو أبواب المسجد الأقصى المبارك لحتى نشوف كيف الشباب هون وكيف البسطات والتحضيرات للسحور. كل الاخوان الزوار اللي بيجونا من الشمال كل الاحترام لهم، واحنا بنفتح لهم خصوصي منشان نخدمهم ونرحب فيهم. والحقيقه انه هم بيسووا نشاط واقتصاد حلو كتير كتير. بهذه المناسبه انا بهني كل الناس المسلمين، العرب والمسلمين وغير المسلمين، في هذا الشهر الفضيل، وكل عام والجميع بخير. في الحقيقة إنه إحنا هوني بنسهر طول الليل بشهر رمضان على أساس نستقبل إخواننا اللي بيجوا من الشمال. السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. رمضان كريم. صحة وهنا أول. أنا عارفة أنتوا سحور وإحنا إجينا قطعناكم، بس بدي وأنتوا تاكلوا صحة وهنا تعرفوني عن نفسكم وتحكوا لي من وين حضرتكم. مش فاهمة. احنا الاربع مش فاهمين. انا فاهمين. بدي تحكوا لي شباب عن اجواء، يعني احنا شايفينكم عم تسحروا صح، وهنا احكوا لي اكثر عن اجواء السحور تحديدا هون في البلده القديمه وفي المنطقه الملاصقه للمسجد الاقصى المبارك. لحد لسه صراحه مش شايفين ايش بعدنا غير باكل يعني، بس لسه بالاكل. طيب بس اكيد الاشي اللي اجواء رمضانيه حلوه، شايف يطلع في عالم كلياته قاعد تصلي، يعني أجواء بتجنن ما شاء الله، يعني ورمضان كريم على الكل إن شاء الله. طيب من شفا عمر للقدس قديش بيستغرقكم وقت سواء بالسيارة؟ ساعة ونص. طيب شو اللي بدفعكم إنكم تيجوا يعني ساعة ونص روحة وساعة ونص رجعة لحتى تيجوا هون وتتسحروا بالقدس؟ أهم شيء الصلاة طبعاً، حد جاء على مسجد الأقصى إشي مميز أكيد، يعني غير إنه أكل طيب كمان طبعاً. طبعاً كله بيحب. حتى لو في مشقة في الطريق؟ طبعاً فيش مشقة، كلياته ميسر يعني الحمد لله. طيب شباب أنتوا بتيجوا هون صلاة الفجر بتروحوا ولا بتضلوا وقت؟ بنيجي احنا صلاة الفجر، مرات بنيجي على التراويح حسب الظروف يعني. طيب تمام، بدناش نلهيكم عن سحوركم، صحة وعافية ورمضان كريم وانت بخير. نتجول في المنطقة القريبة جدا والملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وروائح الطعام يعني تتناثر علينا من يمين ومن اليسار في استعدادات المصلين هون والمقبلين على صلاة الفجر الأقصى على السحور، ويفصلنا يعني دقائق معدودة حتى يرفع على أذاننا على مسامعنا أذان الفجر. خلينا كمان نمشي أكثر بهذا الشارع ونشوف كيف تحضيرات المصلين أو تحضيرات الزوار هون للسحور في البلدة القديمة. يعطيكم العافية، رمضان كريم. الناس بتسحر سندويشات، انت بتتسحر نوتيلا. طب عرفنا عن حالك، منين انت؟ من فلسطين. من وين؟ من فلسطين. من باقة. من باقة، اهلا وسهلا فيك. تسحرت وخلصت هاي تحلاي ولا هيك سحورك؟ لا هاي سحورك. هيك سحورك نوتيلا. يا سلام. طيب احكي لي كيف اجواء، كيف بتشوف اجواء القدس هون برمضان؟ مليحة. منيحة؟ كل شيء بجنن. شكلك بدك تلحق تاكل قبل ما يقدم. طب يلا روح صحة وهنا، احنا متأخرين. طيب انتوا معلش نحكي معكم كاصحاب بسطه، متسحرين ومتجهزين وكله تمام، نبرم على ريحتنا. طيب يلا عرفنا عن حالك ومن وين حضرتك. رياض البكري من باب حطه، من بلده القديمه. اهلا وسهلا بشباب باب حطه. طيب بدي تحكي لي، هل انا ما توقعت انه بسطه نوتيلا يكون عليها اقبال بالسحور؟ يعني احنا متعودين. تفاجات. انت كمان تفاجئت. انا فاجأت انا الثاني انه في اقبال عليها. طيب احكي لي كيف الاجواء، يعني احنا هلا هون يعني في منطقه كثير قريبه على المسجد الاقصى، ومعظم يمكن اللي بيجوا بيشتروا من عندك بيكونوا مرين مرورا لاداء صلاه الفجر. احكي لي كيف الاجواء هون في وقت السحور تحديدا.
وقت السحور يعني انه في حركه بقليها كانها تراويح حتى في اقبال كثير يعني تقدر تحكي هي بركه الاقصى انا بتوقع اكثر بالضبط. طيب مين اكثر يعني هل الاقبال فقط من اهل القدس ولا بتشوف انه لا في ناس عم تيجي على القدس وعم تيجي لزياره الاقصى من اماكن متعدده ومن العالم كمان؟ زي وين يعني عندك في من فرنسا المانيا ساوث افريكا هدول المناطق بيجوا من عندك مش بس يعني حتى ومن الشمال طبعا اشي اكيد وبلد القديمه طبعا نفسها البلد القدس بشكل عام. طيب تمام شكرا كثير لك ورمضان كريم. بنحب نهني العالمين العربي والاسلامي بحلول هذا الشهر الفضيل، بنقول لهم كل عام وانتم بألف خير. طبعا الصورة بتحكي وبتعبر عن نفسها في هذه الأجواء الرمضانية، الحمد لله رب العالمين. زي ما انت شايف بنستقبل كل الزوار في هذه المنطقة في حارة باب حطة في جوار المسجد الأقصى المبارك. جميع الزوار أتين من جميع أنحاء فلسطين، من الجنوب ومن الشمال ومن أهل الشمال، موجود أغلبية الناس في هذا الوقت. طبعا بيجوا بتسحروا عندنا هون في هذه الحارة قبل ما يدخلوا إلى المسجد الأقصى حتى يفتح الباب ويأذنوا لهم للدخول إن شاء الله. وهذه الأجواء طبعا أجواء الحمد لله بتعبر على إنه أجواء رمضان، والحمد لله رب العالمين. وأهلا وسهلا بالجميع في هذه الأيام الفضيلة، وكل عام وأنتم سالمين. وبتعرف بنحب نجي على الأقصى كل فترة، بنجي على الأقصى. الأجواء الأقصى هي أجواء الواحد بنبسط فيها مع الشباب ومع السحور ومع الأذان ومع الصلاة والتراويح. الواحد يعني نفسيته بتتريح بالأقصى، ويعني جينا أنا ونهو الشباب جينا نصلي ونتصحر ونقوم بالواجب. والله اللمة هنا اللمة بتتعرف على ناس، بيجوا ناس من الشمال من الجنوب. الأجواء السحور تعرف لما الواحد يتعشى مع بعض، اللمة حلوة تعرف كيف. كفي أنا الأجواء هي حلوة، الأجواء يعني من كل شيء، ومن ناحية الأزواج اللي زوجوه في الحارة، الصلاة، الفطور، السحور، كل شيء. البلد القديمة هي حلوة، والقدس كتير كتير هي حلوة. ويجي إن شاء الله كل يوم وكل ساعة ونعت كفان، وإن شاء الله دائما الله يقومنا ونضلنا هان إن شاء الله دائما. وأكيد ما بيكتمل سحورنا إلا بمشروب سخن شاي أو قهوة. خلينا هون كمان نحكي مع اللي واقفين على هاي البسطة. يعطيك العافية هزة. فيك حبيبتي هلين، رمضان كريم. الله أكرم الحمد لله. ممكن تعرفين عن نفسك وتحكي لنا من وين حضرتك؟ أنا من أم الفحيم مغبرية محمود صباح. حي الله. يعني معظم اللي اليوم قابلناهم جايين حتى يتسحروا في البلدة القديمة في القدس ويصلوا الفجر هم من أهل الشمال اللي هم المناطق اللي احتلت عام 1948. طيب خلت تحكي لي قديش بيستغرقكم وقت حتى تيجوا من أم الفحم لهون؟ حوالي ساعتين وشوي. ساعتين وشوي. طب ما بتلاقيها غلبة إنه ساعتين وشوي تيجي هون؟ لا يا تأسي ولا أحلى منها، بنحسها كأنها ربع ساعة ما شاء الله. لا عم نحسش بالوقت. طب ليش بتحس الوقت بطير؟ حبنا الأقصى وبدنا الأقصى وبدنا نصلي بالأقصى وكلنا اشتياك للأقصى يعني. طيب حاجة احكي لي ايش اكثر الاشياء اللي بتحبيها او ابرز المظاهر الحلوة اللي بتحبيها هون في القدس تحديدا؟ يعني انت من ام الفحم اكيد بتلاحظي في اختلاف بين الاجواء بام الفحم والاجواء هون. اجواء رمضانية ايمانية كلها ايمان وصلاة وخشوع وكل إشي غير يعني بالقدس هون اللي الصلاة. كل إشي غير. كل شيء غير. طيب شكرا كتير إليك ورمضان كريم. الله أكرم حبيبي. طيب وهيك مشاهدينا احنا مش رح نطول كتير على الزوار وعلى اللي عم بتسحروا، لانه مثل ما حكيت اذان الفجر يعني اقترب ان يرفع، وبالتالي رح نعطي مجال اكثر للناس انهم يتسحروا، وان شاء الله صياما مقبولا وافطارا شهيا. استنونا بحلقة جديدة وموضوع جديد، خليكم معنا.